السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. أولا كنشكركم على التفاعل ديالكم على الفيديوهات السابقة. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي العنوان ديالو هو تلاميذ الأولى بكالوريا المقبلين على الامتحان الجهوي لديهم فرصة ذهبية. سنتعرف لماذا لديهم فرصة ذهبية. إذا هذا الفيديو حصريا على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. ابقوا معي. إذن تلاميذ وتلميذات الأولى بكالوريا المقبلين على الامتحان الجهوي لديهم فرصة ذهبية. لماذا؟ لأنه أولا سيتم اعتماد الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة أي 14 مارس 2020، يعني الفترة ما قبل بداية الحجر الصحي. دونك الوزارة غادي تعتمد إنجاز مواضيع الامتحان على الدروس فقط اللي تم الإنجاز ديالها في القسم، ومنه عدد الدروس سيتقلص بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة. يعني العدد ديال الدروس اللي كاينين في هذا العام في الجهوي هو تقريبا 75% ولا 50% ديال الدروس اللي كانوا كيدوزوا فيهم التلاميذ سابقا الامتحان الجهوي. حتى هذه ميزة من الميزات اللي ممكن تساعدكم في التحضير الجيد للامتحان الجهوي. مثلا رواية اللغة الفرنسية ستجتازوا الامتحان في واحدة من الروايتين. اللغة الفرنسية غادي تدوزوا الامتحان فقط سواء اونتيغون سواء في لا بواط ا ميرفي، يعني لو ديرني جور دان كوندامني، هذاك ما كاينش في الامتحان. نورمالمون في الاعوام السابقة التلاميذ كانوا كيدوزوا في ثلاثة ديال لي رومون، واحدة فيهم كل عام كتختار وكدار في الامتحان. هذا العام بشكل استثنائي مع هذا الظرف الاستثنائي غادي تدوزو فقط في وحده من هادو سواء اونتيغون سواء لا بواط ا ميرفي، وغالبا غالبا غادي تدوزو في لا بواط ا ميرفي. لماذا؟ لانه تقريبا جهات المغرب كامله داروها ودرسوها مزيان الدوره الاولى. نمر. اذا خلال الجلسه الاسبوعيه بمجلس النواب حدد السيد سعيد امزازي وزير التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي موعد الامتحان الجهوي، وتقرر إنجازه يومي 2 شتنبر 2020، يعني من يومنا هذا 19 ماي 2020 إلى غاية 2 شتنبر 2020، يعني بقات لك 105 ديال الأيام ذهبية. هاد الأيام ذهبية لأنها غادي تمكنك من أنك تجيب نقطة ممتازة وأنك تحصل على واحد النقطة مميزة اللي غادي تخليك تمشي مرتاح الموسم المقبل إن شاء الله في البكالوريا. إذن هل أنت جاهز للتحدي أو هل أنت جاهزة للتحدي؟ جاوبوني في الكومنتر. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.